الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وآله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأقول وبالله التوفيق، أرض فلسطين أرض مباركة، الله باركها وببركتها بورك ما حولها من البلدان. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فهي أرض مباركة، أهلها أناس طيبون مجاهدون لا يزالون على الحق مرابطين، فالله ناصرهم ومعينهم. حقيقة لا أجد من الكلام ما يلملم جرحكم وما يربط على قلوبكم، ولكن أقول: احمدوا الله على ما أنتم فيه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أقول لكم يا فلذة كبدي وقطعة من فؤادي، أقول لكم: اصبروا على ما بليتم به، فابتلاؤكم وابتلاء المسلمين باحتلال فلسطين إنما هو نوع من أنواع الابتلاءات، والدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكلنا يعلم أن أي مصيبة تصيب العبد إنما هي بكسب يداه، بكسب يديه أو بما عملت يداه. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سبحانه وتعالى. فالتوبة الأوبة، التوبة التوبة، والأوبة الأوبة، وعلينا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. فكل ابتلاء سواء كان بالمصائب أو بالنعم إنما هو ليرجع العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أن نحقق لله التوحيد، وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نعود إليه، وأن نجاهد أنفسنا، وأن نكثر من الطاعات ومن القربات إلى الله تبارك وتعالى، حتى يرفع عنا وعن جميع المسلمين البلاء. أقول لكم يا أهل فلسطين الأكارم، أقول لكم: اصبروا واحتسبوا، فما أعطي أحد عطاء من الله أوسع من الصبر. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإتاني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاصبروا، وليوصي كل واحد منكم أخاه بالصبر، وليربط على قلب أخيه، وليربط على كتف أخيه، وليدعمه وليساند. أقول لكم: قولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فحول الله تبارك وتعالى النار الموقدة له بردا وسلاما، وخرج منها لما خرج سالما معافا آمنا مطمئنا. قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، التي قالها صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. اتقوا الله، اتقوا الله في جهادكم عدوكم، اتقوا الله واصبروا. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وعلى الله فتوكلوا واحتسبوا شهداءكم. قال الله عن أهل الإيمان: ويتخذ منكم شهداء. فاحتسبوا ما أنتم عليه، ويعني أسأل الله أن يرفع عنكم ما أنتم فيه. ولو كان الأمر بأيدينا لهرعنا إليكم لنجدتكم ونصرتكم، ولكن لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نملك لكم إلا الدعاء. وهذه الكلمات اليسيرات
التي يعني من شأنها أن تطمئنكم شيئا قليلا أو أن تربط على قلوبكم يسيرا يسيرا، وأسأل الله أن يفرج كربكم عاجلا غير آجل، وأن يرد إليكم أرضكم، وأن يحرر أقصاكم، وأن يشتت شمل عدوكم، وأن يفرق جمعه، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يجعل دائرة السوء تدور عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا ابني يا رب. اللهم آمين.